نرحب بكم في هذه الأمسية التي سيتحدث فيها الرفيقين النائب فلاح هاشم والمحامي حسن إسماعيل حول نهج الضرائب وهواجس المواطنين. الحضور الكريم، في صبيحة يوم الأحد 7 أكتوبر عام 2018 استفاق الناس في البحرين على وقع يوم أسود آخر من الأيام السود التي حجبت زرقة وصفاء سماء الوطن. استفاق الناس على ما قامت به مجموعة منهم يفترض فيها الحرص على مصالحهم والحفاظ على مكتسباتهم، ولكن هذه المجموعة آلت على نفسها أن لا تتخلى عن كراسيها قبل أن توجه طعنة غدر غارت في نفوس أبناء الوطن. في صبيحة ذلك اليوم المشؤوم قامت هذه المجموعة بالتصويت على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وما تلا ذلك من هواجس ومخاوف وتساؤلات للناس هو محور لقائنا في هذه الأمسية. وليسمح لي الرفيقين بتساؤل حول ما طفى على السطح من إحصائيات وأرقام مخيفة متعلقة بذات السياق، ومنها أرقام قيل إنها صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، من أن هناك 2987 بحريني يتقاضون أقل من 200 دينار، و42 ألف رواتبهم بين 200 دينار و400 دينار. السؤال، كيف لهؤلاء أن يتعاملوا أو يتعايشوا مع هذا الوضع، خصوصا وأنه وبخلاف ما نص عليه القانون تم فرض الضريبة على الخدمات مثل فواتير الكهرباء والماء والخدمات البلدية وفواتير الهواتف والإنترنت وغيرها، والقادم قد يكون أعظم. رفيق فلاح، كيف؟ تفضل. شكرا رفيق. كما تقدم الرفيق المحامي محمد فتيل، في تاريخ 7 أكتوبر الماضي لما تم إقرار تطبيق أو طبعا نحن في دور انعقاد غير عادي، وفي جلسة استثنائية سرية بتاريخ 7 أكتوبر تم إقرار هذه الضريبة، تبعه مصادقة مجلس الشورى ومصادقة الملك، ونشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذ من تاريخ 1 يناير هاي القانون، قانون الضريبة المضافة، وهو ما قيل إنه أحد الالتزامات الرئيسية بموجب برنامج الدعم الخليجي بالالتزام بتطبيق الاتفاقية التي وقعت عليها دول الخليج لفرض الضريبة، إلا أنها لم تطبق إلى الآن إلا في الإمارات والسعودية وأخيرا في البحرين. هذا بالإضافة إلى المباراة الرسمية التي سبق وإن قيلت في ضرائب أخرى، وقيل إنها تهدف إلى تعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، والتي كانت البحرين قد بدأتها بفرض الضرائب في ديسمبر 2017 حين بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية، والتي شملت الطبخ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50% و100%. وتعتبر ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم شرائها وبيعها من تاجر التجزئة، وتعني القيمة المضافة عن كل عملية تجارية ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع أو الخدمة إلى المستهلك النهائي الذي يقع عليه عبئها. ويصفها الكثير من المختصين بالشأن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني إنها غير عادلة، وذلك لأنها تمثل عبئا على محدودي الدخل، وممكن أن نخلص سلبياتها إلى الآتي، نلخص سلبياتها إلى الآتي: تحملها من قبل المستهلك بشكل كامل، أي أن من يتحمل تكلفة هذه الضريبة هو فقط المستهلك وليس التاجر أو مقدم الخدمة.
اثنين تحملها من مختلف فئات المجتمع قيما متساوية، يعني أن كل المجتمع بتنوع داخله هو يتحمل قيمة متساوية في الضريبة هذه بغض النظر عن مستوى الدخل، مما يجعلها غير عادلة، حيث أن العدالة الضريبية تحصل حينما تتكافأ الضريبة مع مستوى الدخل. وهذا أيضا هنا نشير إلى أنه إلى أن المادة 15 من دستور مملكة البحرين تذهب في غير هذا الاتجاه. وأعتقد أنه مش يعني مهم أن احنا نقرأ نص المادة لنرى أن هل هذه الضريبة تتن. المادة 15 من دستور مملكة البحرين تقول: الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون. ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة. ونعرف أن هذا القانون لما أقر لم تقر أي قوانين تعفي أصحاب الدخول المتدنية. أيضا بعد حتى ونستثني بعض القطاعات أو السلع، يعني كما حصل ما شرع بأن 94 مادة لم تشملها الضريبة، إلا أن ضريبة القيمة المضافة تؤثر على كل أسعار السوق بطريقة غير مباشرة، لأن المنتج المعفى منها سيحتاج إلى خدمات أخرى أو خدمات أو بضائع أخرى تدخل في إنتاجه يكون عليها ضريبة، ما يؤدي في النهاية إلى أنه ستزداد سعره. يعني كمثال سوق العقار، الأجار والبيوت غير يعني معفية من الضريبة المضافة، لأن مطور العقار أو إذا واحد بيبني بيت أو ما إلى ذلك سيستخدم مواد سترتفع من خلال تطبيق القيمة المضافة، ما يؤدي سيؤدي إلى إيجار أو سعر العقار بس. كما أنها حتما ستؤثر سلبا على الاستثمار، حيث يؤدي فرضها إلى تقليص حجم الاستثمارات بسبب انخفاض حجم الطلب الكلي، حيث تتخفض القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المواطنين، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص الإنتاج. وفي العموم يزداد تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على أصحاب المرتبات والدخول المتدنية والمنخفضة والمتوسطة بدرجة أكبر من أصحاب الدخول المرتفعة، لأن الاستهلاك يستقطع، يعني أصحاب المرتبات المتدنية رايحين يصرفون كل مرتباتهم أو دخولهم، وبذلك سيدفعون نسبة كبيرة، في حين أصحاب الدخول المرتفعة سيستثمر أو سيذهب إلى الادخار جزء من دخوله، ولذلك يعني بيكون نسبة تطبيق الضريبة على ما مدخوله بتكون نسبة أقل من صاحب المرتب القليل اللي هو رايح يصرف كل يعني دخله. وغالبا ما تلجأ بعض الدول لتخفيف من آثار السلبية الناجمة عنها على المواطنين وبالذات محدودي الدخل إلى بعض الإجراءات، منها توفير الدعم للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة، وهذا لم يترافق مع أقرار القيمة المضافة مثلا عندنا. اثنين، استثناء سلة من السلع والخدمات منها كالمواد الغذائية وهذا والخدمات التعليمية والصحية. ونرى ان هنا في البحرين يعني يمكن نجي في بعدين في حتى في الحديث او في الحوار حول مدى تطبيق هذه. اعفاء المواد الاوليه والمعدات الراسماليه من الضريبه القيمه المضافه، اعفاء الصادرات من كافه الضرائب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وذلك الحفاظ على القدره التنافسيه للمنتجين المحليين. التعامل المجتمعي مع تطبيق القيمه المضافه في البحرين بالذات، يعني احنا بنشوف اولا بالنسبه الى المجلس النيابي، في الحقيقه المجلس النيابي في اول جلسه له قدم اقتراح برغبة إلى تأجيل تطبيق هاي الضريبة، وجاء حقيقة مسنود بشواهد سابقة، وهو بالذات عندما أقر قررت رسوم سوق العمل سبق وأن تم تأجيلها مرتين على 6 شهور أي سنة، ولذلك كان حقيقة كان معظم النواب أن يأملون في أن يستجاب إلى طلبهم بصورة سريعة، يعني إلا أن مثل ما احنا نعرف الآليات النيابية طبعا هو القانون الضريبة المضافة أساسا هو قانون، أي يعني لا يمكن توقيفه أو تغييره أو تعديله إلا بقانون، ولتعديل هذا القانون يعني مجرى طويل، ولذلك ذهب النواب إلى تقدم باقتراح برغبة مستعجلة. وللأمانة كان موقف جيد في المجلس النيابي، بحيث أن هناك كان إجماع على هذا الطلب، يعني تم فيه نقدر نقول توحيد جميع آراء النواب
حول هم أساسي وهم مجتمعي في البلد. وهذا يعني حقيقة على الرغم من هذا الإجماع إلا أن لحد الآن لم نرى أي استجابة من الحكومة. طبعا في الأدوات الدستورية الحكومة عندها 6 شهور على أساس أن ترجع إلى النواب إجابة خالية. واضح أن يعني كان يمكن بعض النواب يتأملون أن يكون هناك استجابة سريعة، إلا أنه واضح أن الاستجابة لن تكون سريعة يعني، وأن قد تستغرق الحكومة مدتها الدستورية هو 6 شهور. وأيضا طبعا كنا نطمح في أن أساسا أن ما يحين موعد تطبيق هذه الضريبة إلا أن الحكومة أخذت إجراء أو الجهات المعنية. فلأن مثل ما قلت لكم بأن واضح أن الاستجابة إلى هذا الطلب يعني لم نحصل على الاستجابة اللي كان اللي كنا نطمح فيها. يعني حقيقة في بعد أيضا تقدم النواب بقانون برغبة أو مستعجلة بعد أيضا إلى عدم تطبيق القيمة المضافة على قطاع الكهرباء بالذات. وأنا أعتقد يعني في هذه المادة بالذات هناك طبعا كن تابعتون الحوارات المجتمعية اللي صارت حول قانونية بالذات القيمة المضافة حول قانون الكهرباء. للأمانة أنا أميل إلى شخصيا إلى ما ذهبوا إليه في الكثير من القانونيين بالفعل أن القانون يخص يعني بالذات قانون القيمة المضافة في أحد مواده تشترط أن اشتراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تقديم هذه الخدمة. القانون في يعني في الخدمة الكهربائية، وكما يوضح أيضا قانون رقم 1 لسنة 96 بشأن الكهرباء يوضح أنه تقتصر على الحكومة تقديم الخدمة الكهربائية وإنتاج الكهرباء والمو تقديمها للمواطنين. صحيح في الوقت الحالي هناك قطاع خاص يشارك الحكومة في الإنتاج، في إنتاج بالذات الكهرباء والماء، إلا أن في النهاية هذه السلعة أو هذه البضاعة أو هذه الخدمة تقدم للمواطنين عن طريق مورد واحد وهو الحكومة. المواطنين يأخذون هذه الخدمة من الحكومة فقط، وبذلك روح المنافسة غير موجودة. المستشار في الحقيقة المستشار عندنا في المجلس من رأيه أنه هنا يعني وهو بناء على استشارة أخرى أو حكم دستوري آخر، حكم محكمة دستورية آخر حول رسوم الصحة. لأن أنا أعتقد يعني أنا شخصيا يمكن هناك عدد لا بأس من النواب يرون أن ما ذهب له مساعدة المستشار غير دقيق، وأن إحنا نرى أن يعني عدم قانونية فرض هذه الضريبة. طبعا الإلغاء أو لهذا محتاج أن إحنا نكون رؤية وتحرك في داخل المجلس في هذا الموضوع بالذات. الموضوع آخر أنا أعتقد وهو ما ذهب إلى بعض الأخوة سواء كان نواب أو أصحاب الرأي في دعوة التجار إلى تحمل تكاليف الضريبة المضافة. يعني مع التقدير إلى حسن النوايا وللدعوات الصادقة أعتقد لصدارة هؤلاء الأشخاص، إلا أن لن تقف هذه الضريبة عن تحمل التجار بها ولن نحل المشكلة. هذه الدعوات وين كانت يعني أنا أعتقد صدرت من ناس قلبهم على البلد وقلبهم على الناس، وهذا لأن ما سن بقانون سيمشي. أنا أعتقد أن الاتجاه الصحيح هو الاتجاه إلى معالجة تأثير هذا القانون، وهو أما بما تذهب إلى كثير من دول بإيجاد يعني علاوات يعني إلى دفع علاوات تعويضية إلى خاصة محدودي الدخل والمتوسطين، أو أن هناك تكون إجراءات أخرى تساهم في الحد من تأثيرها وخاصة على الطبقات والشرائح الفقيرة. طبعا في حقيقة من ضمن ما أعتقد هون يعني من ضمن الحوارات المجتمعية نشوف ذهب العدد الكبير وبما فيهم يعني بعض المعنيين بمتابعة مدى دقة تطبيق هذه الضريبة وبالذات في مجال البضائع السلع والمواد اللي ال 94 اللي يعني اللي لن تشملها الضريبه اللي مثل ما وبالفعل هناك شواهد كثيره وشكاوى كثيره من المجتمع بصوره عامه من شخصيات
من متابعين أن تطبيق هذه الضريبة بعد شابت الكثير من الأخطاء، يعني حيث أن كثير من الأشخاص شفنا في على مستوى المجتمع أن حتى الماء وهي مادة أساسية تم أخذ عنها ضريبة في كثير من المواد. الحكومة نفسها طلعت قرار عندما اجتمعت مع غرفة التجارة قالوا أن الشركات اللي مبيعاتها تقل عن 5 مليون لن تكون من ضمن الشركات لذا. يعني هناك حقيقة حتى في عملية تطبيق هذه الضريبة واضح أن الدولة غير جاهزة، فعملية استثناء مجموعة معينة من الشركات أو أصحاب كيف تتم؟ المستهلك في النهاية رايح يدفع هذه الضريبة، لا يعرف صاحب المؤسسة هذه هو يدفع 5 مليون أو أقل. هذا عدم الاستجابة أو التسرع في فرض الضريبة من دون ما يكون هناك مثل ما نقول إحنا استعداد، لا حتى الدولة يعني من خلال بعدم يعني جاهزيتها بطريقة تحصيل الضريبة أساسا، هي حقيقة ذهبت فيها سريعا عملا مثل ما تقول بالاتفاقية الخليجية اللي فرضت اللي مع دول الخليج، اللي في ذات الوقت ان بعض دول الخليج لم تطبقها، ومن ضمنها احدى الدول اللي احنا متفقينها من ضمن الدول الداعمه في اتفاق التوازن المالي وهي الكويت، ايضا سلطه عمان لم تطبقها. يعني كان الاحرى حقيقه بحكومه البحرين ان تتريث في تطبيقها، خاصه ان يعني الجهاز الاداري اساسا غير جاهز، لم يعني الوعي ما بين الناس حول اهميه الضريبه. سمعنا كلام كثير بأن هذه الضريبة رايح تقلل الاستهلاك، يعني تساهم في تقليل الاستهلاك. أنا أعتقد أنها لن تساهم في تقليل الاستهلاك بقدر ما أنها رايح يعني، لأن أساساً الوضع الاقتصادي في البحرين متردي جداً، هي رايح تؤدي إلى تردي في الوضع الاقتصادي. المحصلة النهائية ما تطمح إلى الحكومة من هذه الضريبة كما يقال في حدود قد تحصلها 300 مليون دينار. ماذا ستعمل مع الدين العام؟ فوائد الدين العام تفوق 500 مليون. إذا اتجهنا فقط إلى هذه الطريقة لن نحقق شيء. إذا لم نقف يعني مجارير أخرى في هذا المال العام، إذا لم تكن هذه مربوطة بخطة بالفعل تؤدي إلى التقليل من عجز الدين العام، فإن هذه 300 مليون لن تؤدي إلى شيء. أعتقد أن سأكتفي بهذا المجلس ونترك الباقي إلى الحوار. وشكرا.